سعد الله مساءكم متابعينا مشاهدينا وكالعادة أوفياء برنامج بالقانون، نلتقي دائما عبر هذا الفضاء عن طريق هذا الرقم لتبادل السؤال والجواب. فمرحبا باتصالات الجميع. معنا أول اتصال. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا سيد لاباس. الحمد لله، مرحبا بك. بك عليك الله. عندي استفسار بارك الله. نعم تفضل. تعيط من تعيط من سطيف؟ لا لا، من المسيلة. المسيلة كيف كيف هاي روح. بارك الله فيك. نعم. استفسار قلت لك برك، متزوج وعندي زوج ولاد. نعم. المرأة شوية صغيرة في اللاج هكذا نقولوا 18 سنة ولا 18 سنة. أيوة 18. هي شوية بعيدة نقولوا في جهة الدزاير ولا وش بها؟ لا شغل هي من مش كما نقولوا من الحارة نتاعنا ولا شغل في ولاية خلاف. أنت أخي متزوج؟ إيه. وعايشة معك المرأة؟ إيه. يروح المشكل. لاحظت واحد الحاجة برك، أنه كي تكون عندي لهنا نورمال كما نقولوا عادي. إيه؟ هي تروح لدارهم بيت باباها كما نقولوا، وهي تبدل العقلية، تولي تكوبي التليفون نقولوا، تولي عندي الموت باس تاع الفيسبوك هكذا. هي اللي مقلقتني، نلقاها هضرة واحد الهضرة هكذا ساعات مع كما نقولوا الجنس الآخر كما نقولوا هكذا، تهضر تكوبي هي كذا. وهذه الحاجة ما كانتش عندي أنا هنا في الدار. هذا الشيء شغل ديرو غير كما غير تروح لهي. غير كي تروح وين تسكن؟ هي في العاصمة. أعطيك الصحة. إيه لي زونفيرو هذو. ايوه ايه دروك انا عندي زوج ولاد ولا راني حاير انا ما شت فيسبوك هذا شت فيسبوك هذا واش راه داير مشاكل. ايه ايه على بالي داير مشاكل بزاف. والحاجه اللي قلقتني انايا والله ما يافير فيسبوك، على بالي بها مازال صغيره وتعلم مع الوقت. صح الحاله اللي حيرتني كيما نقولوا عندها ضغوطات، هي كي تروح لهيك شغل تبدل تولي عبد واحد اخر، يماها من جهه وخوتها. وعلاش هما اللي يقولوا لها؟ هما اللي يقولوا لها ديري الفيسبوك ودخلي في اتصالات مع لا لا شو اللي يديروا يقولوا لها، بصح يضغطوها من كوتي واحد اخرى نقولوا شغل ياثروا عليها في نقطه واحده اخرى. قال مثال راجلك ما راجلك كذا، دارك مع عجوزتك شيخك كذا، هذيك الحوايج تاع الدار تاع النساء هذه. هي ما على باليش انا، تولي تتاثر وتولي تكره، مثلا تكره الكوتي تاعهم وتكره الكوتي تاع منها تاع راجلها ودارها، وتولي هي كما نقولوا تغطي هذاك الشيء وهذاك الشحونات اللي قابلتها تغطيها بالحاجه هذه. انت واش حبيت تعرف ولا واش حبيت دير ولا وراك تفكر انت؟ اي شغل ما فهمتش انايا. هي ديك النهار دارت لي بروبليم لهنا في الدار، حكاو لها واحد القصه ثم في جهتهم، حكاو لها واحد القصه باللي واحد افاميليهم شغل عنده بنته هذه كما نقولوا طلقها راجلها، وراجلها كي طلقها عنده معها طفله، ومن بعد هو جا راجلها باش يدي بنته كيما نقولوا، بيدي بنته. نعم. كي حكاوا لها هذه القصه بانت لها هي باللي انايا زعما راح ندي لها بنتها وراح ندي لها اولادها وكذا، ومنا درت الحياه لهنا في الدار، راح يديوا لي اولادي، راح يديوا لي شكون يدي لك اولادك، شكون اللي يديوا لك اولادك، انتم تديوا لي اولادي وما على باليش، واحد ما يدي لك اولادك يا ها يا ها يا ها، ولا تعيط في دارهم جاوا داوها دروك راهي عندك. وما عندكمش مشاكل الان؟ ما كانش والله، ما تسع مشكله كيما نقولوا لي حاجه. وهي راهي عندك في الدار؟ راهي عندك في الدار ولا في دار في دار بابا؟ هي ماشي عندي في الدار. كي كانت عندي في الدار ما كانوش كاينين لي مشاكل خفاف. اي دار فيها المشاكل مشاكل خفاف. كي تروح لدار بيت مواليها كيما نقولوا، دار بيت الاب نتاعها كيما نقولوا، تبدا هي يتيمه الاب على كل حال، عندها امها و بصح البقعة نتاعهم هذيك شوية بقعة مش نورمال، ما نقدرش نحكي لك كيفاه، فيها المشاكل بزاف هذاك مع هذاك. انت نهار تزوجت بها كانت في البقعة هذيك ولا كانت في بقعة واحدة أخرى؟ أه نهار خيرتها وتزوجت بها وين كانت؟ كانت في البقعة هذيك. بصح ما كنتش على بالي باللي كاين حوايج كبار للدرجة هذه. دوكا أنت واش حبيت تعرف؟ حبيت تعرف واش يقول القانون بالنسبة لهذا الوضع؟ يعني انا اعتقد باللي انت ماكش انسان اللي تحوس تطلق. تاعك شوف الفيديو تاعك القانون تاعنا واش يقول، باللي ما كانش كيما نقولوا باللي الدوله تاعنا الجزائريه ما عندهاش كيما نقولوا نص قانوني يحاسب على كيما نقولوا الخيانه نقولوا الزوجيه عبر الوسائل التواصل الاجتماعي. لا الا في حاله كيما نقولوا
الزنا، يعني اطلعت على هذا الموضوع. شوف أول حاجة القانون لا يعرف ما يتم تداوله كلمة الخيانة الزوجية، في القانون الكلمة هذه ما تكزيستيش، لا وجود لها إطلاقا. القانون يتحدث عن جريمة واحدة اللي هي الخطيئة، والخطيئة هذه عندها ثلاث شروط، يا إما محضر يحرره ضابط شرطة قضائية، طبعا نتحدثون عن تلبس، وروح انت ولقى التلبس، أو عن طريق إقرار قضائي، يعني الإقرار أمام القاضي، أو عن طريق رسائل ومستندات صادرة عن المتهم. دوكا إذا هذا الفيسبوك فتحته أنت ولا قدرت تخترقه، ولا أي واحد قدر يخترق تاع شريكه ويلقى فيه رسائل ومستندات تؤكد هذا الفعل، هذا دليل يقدر يقوم. إيه إيه. موجود. ولكن الآن أنت تحرى الأمر مليح، لأنه ما خبيش عليك الهاتف هذا ولا النساء وبعض الرجال طبعا ولاو عايشين مع التليفون تاعهم اكثر ما عايشين مع ازواجهم. الله فيك، هذه هي الحاجه اللي حبيت نحيها لها، ما حبتش تتنحى. الان كاينه واحد الظاهره ربما جات مناسبه، نقول لك تاع الرجل في الدار ولا المراه اللي تدخل الدار التليفون تحط قلبه على وجهه. شوف كيفاش، صح كاينه. هذه فكره فقط بمناسبه الحديث عن هذا الموضوع، يعني انا وقفت على حادثه من هذا النوع وفيها متشابهات. أي. ان الشبهة منين تبدأ؟ العلاقة المقدسة أو العلاقة اللي فيها الود وفيها الثقة أكثر شيء اللي لازم يكون في هذه العلاقة، لما تدخل الزوجة مباشرة تحط لها تفتحات قلبه على وجهه، هنا تبدأ الشكوك تراود الزوج أو العكس، وهنا تبدأ التحقيقات وتبدأ يبدأ التجسس وتبدأ قصص وقصص وقصص. الافكار السلبيه تبدا على بالي. انت الان لازمك تكون صارم، يا اما تحل هذا المشكل عن طريق حوار صريح مباشره. اذا وقفت على اشياء ما يقبلهاش العرف وما تقبلهاش العاده وما يقبلهاش المجتمع وما تقبلهاش انت وما تقبلهاش تربيتك وما تقبلها ما تقبلها ولا شيء، طبعا الامر ياخذ طريق اخر. ولكن اسمح لي. نعم. الموضوع هذا مانيش حاب نبعد فيه بزاف باسكو عندي موضوع واحد اخر اللي عيطت على جالو انايا. نعم، وشنو هو؟ اللي هو الاولاد. انا مانيش حاب كيما نقولوا نروح الكوتي واحد اخرى قال طلاق وما شابه ذلك، كيما نقولوا على جال الاولاد. نعم، عندي اولاد. انا حبيت نسقسي فيما يخص كيما نقولوا الحضانه. نعم، تاع الاولاد. ايه، وقتاش تسقط؟ هل هذو الحوادث اللي كنت نحكي لك عليهم دوكا اسكو يعاونوا من بعد في اسقاط الحضانه عن المراه ولا لا؟ اذا كاين ادانه، اذا كاين حكم قضائي بالادانه، القانون يقول نعم تسقط الحضانه وتجي لك الحضانه نتاعك. ولكن انا شفت حالات وين كاين ادانه بهذه الجريمه والحضانه لم تسقط. بعض الحالات، ولكن القانون يقول في حاله جريمه مخله بالشرف، المنطق يقول باللي الاولاد هذو ما يصلحش الامر انه يكونوا تحت رعاية وحضانة وولاية مطلقة مدانة بجريمة فيها مساس بالشرف. المنطق يقول هكذا. يعطيك الصحة، المنطق صح. بارك نعم. الله فيك. شكرا. بارك شكرا. الله فيك. طبعا كثير من هذا النوع من الأسئلة، وكثير من ربما كثير من الأشخاص ما يسألوش للحفاظ على بعض القدسية، أو ربما للتحفظ عن الحديث عن بعض أسرارهم، ولكن يتيه الزوج ما يعرفش وش يدير، أو العكس، أو الزوجة اللي توقع ضحية هذه الأفعال ما تعرفش وش يدير، لذلك تلجأ دائما إلى البحث عن ما يقول القانون. نرجع إلى الاتصال. ألو. يالو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ بغيت نسقسيك، عندي قضية تاع اضطراب. نعم. عندي خويا، حنا زوج بنات وطفل. ايوا. خويا دا كاع شي بابانا. خوك؟ كنا مجميع حاجة قلنا ما يعطينا حتى حاجة، شوف كيما عندنا الزيتون، عندنا بزاف الحاجات، كل حاجة هو يخدم كاع بلاد بابانا وكله هو كل شيء. كيف تجي كيما يجمع نتلو عمومنا نقولوا نقسموا، وكيف درنا له ما بغاش. هذا في تيزي في تيزي وزو؟ كان نعم. في تيزي وزو ولا وين؟ ولايه بومرداس. بومرداس، نعم. ايه بصح. اه صافي، حنا ساك قبايل. نعم. ايه ايه،
هم بعد قلت لك استاذ بن باش عطينا حقنا، يدا هو كل شيء، هو يخدم كل شيء، يخدم طرف تما بنا الكوارة دير فيهم الجد حاشاك. وقتاش باش يعطينا حقنا؟ وقتاش مات باباك؟ وقتاش مات؟ نعم باباك وقتاش توفى؟ بابا مات عام 73. 73 مات باباكم؟ نعم. وعلاش حتى اليوم راكي تسقسي انت على بالك شحال من 73؟ كيف درنا صافي درنا في الاول ما يا سيدتي احكي لي الله يعيشك احكي لي قصي قبل العقل. دوكا باباك مات 73 على بالك شحال عندها من 73 الان؟ 61 سنه على ما اعتقد. ايه 51 سنة صافيك في الأول حنا قلنا خونا عندنا غير هذا ما 51 سنة نعم نعم 51 سنة 51 سنة خوكم ما كيش تحكي على ما كيش تحكي على عام ولا اثنين ولا ثلاثة 51 سنة ملي مات باباكم ومن بعد شغلالة في الأول كانت شغل كانت مازالت كاع مع عمومنا كيفاه؟ كانت في الأول كانت ماشي مقسومة كاملين مع عمومنا كاملين يا الناس كيموت باباهم ولا يماهم صاحب الورث يموت ما يستناوش 50 سنة إذا استناو 50 سنة حوايج بزاف يتبدلوا واللي ما عندكش الحق إيه بصح قلت لك في الأول كنت مازلت مع عمومنا مازال ما تقسمت واش عليه مع عمومكم كانت مقسومة عرفيا يعني كنتوا بالهضرة قاسمينها بالهضرة إيه بالهضرة سكت كانت مازال كاع عمومنا كاع يسر مازال ما تقسموهاش كاع بيناتكم واش حبيتي تعرفي أنت واش حبيتي بالهضرة من بعد مور ما مات بابانا شحال كاين من بعد بوكا عندها واحد اخ بغيتي تعرفي سينا سباسين سينا سباسين من بعد قسمنا صافي في الاول كنا حنا خونا غير هذاك اللي عندنا نعم واش حبيتي تعرفي واش حبيتي تعرفي بغيت نعرف بغيت نعرف كيفاه نديرو باه ندو حقنا صافي خونا زاد دوكا حوزنا ما في الدار منعنا من الدار ما نروحو للدار المحكمة المحكمة اللي ما شوفي اللي ما شافش للعشرة والأخوة ورابطة الدم والاسم والطفولة هذا الأخ هذا ولا الأخت هذه نحكي طبعا على الميراث لما يتعلق الأمر بأحد الطرفين عادة الرجل ولي يخرج الطريق في الميراث لأننا في مجتمع رجولي يحبينا ولا كرهنا يعتقد بأنه هو صاحب الحق والأولوية على البنت اللي هي أخته لذلك يقوم بالاستيلاء على أملاك الأب تاعو ولا الأم تاعو ويستغل الحشمة تاع الأخوات تاعو ويستغل عامل السنوات ويحب ينقل هذا الميراث يحب ينقله لولاده وما يحبش أخته تنقله لولادها هنا مباشرة ولو أنه ما نعرفوش الظروف ولكن مشتركين كثير من الناس أنهم في قضايا الميراث يقول لك كي تقول له أختاش مات باباك يقول لك عنده 40 سنة 50 سنة 60 سنة غير معقول يعني لما يتوفى قلت لك استاذ بعد حنا حوزنا كاع فوق من الدار منعنا كاع من الدار ندخلوها نعم انا قلت لك روحوا تبعي معايا تبعي معايا تبعي معايا نعرف هذه المشاكل كلها متشابهه خلاص هذا تفرعن مباشره تروحوا للمحكمه تجهني لوين نروح باه نجيب حقي سيدتي تبعي معايا روحوا مباشره تروحي مباشره الى اول حاجه دائما نقولها انا تحضري الملف تاعك الوثائق اذا خصت وثيقه ما تروحش للمحكمه تستنى عام عامين إلا إذا حضرت هذه الوثيقة عقود الملكية سندات الملكية اللي عندكم أراضي فلاحية أو أراضي عمرانية شقة سكن مستودعات أي شيء تحضرهم ديروا الفريضة تاع الأب تاعكم قال بابانا مات خلى أخ وأخت وأخت في الفريضة هذه ديرها الموثق ديروا فيها كل واحد النصيب تاعو ونروحوا مباشرة إلى المحكمة ونطلبوا أنه نحكيوا بأنه هذا ميراث وتطلبوا قسمة الأملاك تاع الأب تاعكم إذا ما قدرتوش تحصلوا على وثائق الملكية تروحوا المحافظة العقارية تديوا الفريضة وتطلبوا يعطيكم سندات الملكية تاع واش ملك باباكم إبان حياته إذا فيه إمكانية نديروا نقل الملكية تاع الأملاك من الميت اللي هو الأب تاعكم إلى الأبناء تاعو في ثلاثة الأختين والأخ ونروحوا مباشرة إلى رفع دعوة التي تنتهي عادة بتعيين خبير ولكن نبدأ اليوم أحسن من أننا نزيد 50 سنة أخرى في كل مرة نقول واحد نورثوا المشاكل لأولادنا بدلا من أن نورثوا لهم أموال وعقارات نورثوا لهم قضايا في المحاكم وهكذا نتيجة خطأ تاع الأباء ولا نتيجة خطأ تاع الأمهات لأنه في كل مرة نقول بأن الميراث مشرع
ومكتوب بشريعة، فيأتي الإنسان يحب يغير هذه القسمة ويحب يبدل هذا التشريع نتيجة مصالح وأنانية شخصية فقط. معنا اتصال. ألو. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماتر عندي بنتي راهي مطلقة في 3 سنين. نعم. وعندها بنتها عندها 4 سنين. نعم. ضربت الزوج نتاعك قال لها تزوجي نفك لك بنتك. إيش كاينة هذه في واش قال لها؟ واش قال لها؟ بنتك مطلقة وعندها طفلة. وعندها طفلة عندها 4 سنين. ايوه ومن بعد؟ وراهي مطلقاها في 3 سنين. ومن بعد؟ وراهي هدت فيها قال لها كون تعاودي الزواج نفك لك بنتك. نعم اذا عاودت الزواج ندير لك طفلة. القانون صريح، قانون الأسرة يقول بأنه في حالة ما إذا المطلقة أعادت الزوج بغير قريب محرم تسقط الحضانة، ولكن لما تعرض القضية على المحكمة في جميع الحالات المتعلقة بالحضانة كاين حقوق وكاين واجبات وكاين أولويات، ولكن في الأخير القاضي دائما هو من يقرر، ماشي شرط، هو الشرط موجود صراحة، ولكن لما تروح إلى المحكمة القاضي يقرر، يقدر حتى إذا تزوجت بغير قريب وما يسقطش الحضانة، يخلي الحضانة عند الأم، يشوف هذه الظروف، ولو أنه المفروض القانون يوضح أكثر، ما يقولش إذا تزوجت بغير قريب محرم الحضانة تسقط، ومن بعد يخلي الصلاحية للقاضي، المفروض ينظم هذه الآليات، لأنه كثير من البنود في قانون الأسرة فيها بعض الغموض، وفيها بعض الإشكالات عند التطبيق، وفيها بعض الأمور اللي ربما فيها إضرار بأحد الطرفين. أعتقد بأنه من بين هذه الحالات حالة اللجوء إلى الزواج العرفي من طرف المطلقات باش ما تخسرش النفقة، كاين اللي ما تحوش تخسر النفقة، كاين اللي ما تحوش تخسر أولادها، ولكن في كثير من الأحيان يتزوجوا عرفي باش ما تسقطش الحضانة، باش ما تسقطش النفقة والإيجار. يعني من غير المعقول أن وحدة تتزوج تعاود الزواج وتروح تسكن، لأنه المنطق واش يقول؟ راح تروح تسكن في بيت زوجها الجديد، معقول؟ ومن غير المعقول أن زوجها الجديد يسكن عندها، لأنه الزوج الأول أو الطليق يبقى يدفع في الإيجار تاع البنت نتاعو ولا أولاده باستمرار، بمعنى أن على بالنا باللي راهي مزوجة وساكنة في دار زوجها الجديد، ولكن نلزم الزوج الأول باش يعطيها بدل الإيجار. وبدل الإيجار هذا لمن؟ للبنت، البنت هذه ماهيش كريت لها الأم تحب باش تحضنها، راهي مزوجة عن زوج آخر، إذا علاش تدي بدل الإيجار؟ العكس إذا كانت هي مؤجرة بالدراهم تاع الزوج الأول وتدير وتعاود زواج بالزوج الثاني يجي يسكن عندها، إذا الزوج الأول أو الطليق هو اللي راه مأجر لها السكن اللي ساكنة فيه مع زوجها الجديد، وكلها أمور تحتاج إلى متابعة حقيقية وميدانية وواقعية للقول هل تستحق الزوجة أو الطليقة عندما تعيد الزواج بدل الإيجار أم لا. أعتقد أنه حان الوقت للبحث عن سد هذه الثغرات، لأنه أكثر الأسئلة اللي جينا ربما أكثر تفاعل للبرنامج هو ما تعلق بقانون الأسرة. كنقولوا ما تعلق بقانون الأسرة لأن إشكالات حقيقية ما لقينا لهاش حلول، وإشكالات حقيقية حتى إذا رحنا للقضاء أحيانا ما نقدروش نلقاو لها حلول، وهو أمر يتطلب أننا نعيد النظر في كثير من التدابير عن طريق إيجاد الكثير من الآليات المستوحاة من الواقع اللي تعيشه الأسر. قبل الزواج ما كانش مشكلة، كل شيء طيب وكل شيء ممتاز، بعد الطلاق كل المشاكل تبدأ وكل العراقيل تبدأ وكل الآليات تصبح عاجزة عن إيجاد هذه الحلول. تحدثنا عن الحضانة، عن النفقة، عن الزيارة، عن كل تبعات الطلاق. ينتهي وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في الإعداد القادمة. إلى اللقاء.